يعني الوانها، حلوه قوي. تفاصيلها، الفرحه اللي على وشهم، كل حاجه فيها، كل تفاصيلها بجد صوره رائعه. ربنا يخليك فن. انا حبيت اوثق حته الصينيه وهي رايحه لكل بيت، وكل بيت هو قاعد بيتجمع على الصينيه بياكل. حقيقي ده بان في الصور. طب كلمنا عن سوري محمود، كلمنا عن تفاصيل الاكلات اللي موجوده جوه الصينيه. الصينيه اللي في الصوره ديت دي عباره عن ملوخيه، بيبقى طبق خضار، سلطه، عيش شمس، عيش شمسي سوري، بس بيبقى وبيبقى فيه مثلا كفته، وبيبقى فيه لحمه. بيبقى هي الصينيه مكونه من كده يعني. طيب محمود كمل، لا كمل، انت جوعتنا يعني، كمل، ما عندناش اي مشكله. انا جوعت، تعالى ننقل. طب انت اكلت الاكل ده؟ طبعا اكلته، حلو، طعمه حلو جدا. مستحيل ما غير يكونش. غير عن اللي موجود في القاهره يعني؟ لا، هم ليهم طريقه مختلفه في كل حاجه يعني. كل حاجه بيعملوها غير عندنا. ايوه بالظبط بقى يا محمود، ما انا عايز اسالك بقى، ايه اللي انت حسيته ممكن يعني يكون مختلف عن مثلا بقيه المحافظات؟ يعني دايما النوبه دايما احنا كلنا بنتفرج على الصور البلد وعلى الناس، وقد ايه بنحس بالطبيعه وبالهدوء وبالراحه كده، فايه اللي انت حسيته مختلف فعلا في الاساليب الاكل او طرقهم ازاي في الاستخدام او اتباع النظام في الاكل في الافراح؟ يعني هو مثلا في وجبه شهيره عندهم اسمها الكشات، دي بتبقى عباره عن بيبقى طاجن لحمه بكبده بخلطه معينه. دي انا ما شفتهاش غير في اسوان يعني، ما هي بيعملوها بطريقه معينه كده. وفي شيف يا جماعه، هي دي الاسئله. ايوه كمل يا محمود معاك. تفاصيل تفاصيل شريف، عاوز تفاصيل. بيبقى في شيف بيعمل هناك متخصص في الاكل النوبي وكده، هو بيعملها بطريقه معينه يعني، غير انا ما شفتهاش في القاهره خالص. طيب ومثلا في شعريه الحلو، عندهم شعريه بلبن، بس هي الله ده انا بموت فيها، الشعريه باللبن دي يا محمود بموت فيها. هي بطريقه ثانيه مختلفه برضو يعني، انا لاحظت ان كل حاجه مختلفه. طب قول لنا ايه الطريقه المختلفه عشان اعملها. لا لنا. مش عارف ما عندهمش سلطه ناعمه يا محمود، ها؟ مفيش سلطه ناعمه هناك. حتى برضو هناك في شاي اسمه شاي نوبي، مختلف عن الشاي اللي احنا بنشربه يعني. في الساعات العصريه كده في شاي بيتوزع. انا عارفه الشاي النوبي ده يا محمود، انا اقول لك الشاي النوبي او الشاي الصعيدي بيبقى على الفحم تقريبا. أيوة. وبيبقى تقيل جدا. ده احنا عندنا هو صح في الاردن بنعمله على الفحم. بيبقى شاي بلبن بس معمول بطريقه مختلفه غير الشاي الصعيدي اللي هو بيبقى على الفحم. انا بحب الشاي على فكره، وانا جدا. نطلع على النوبه يعني، او نطلع ناكل بعد الحلقه ثلاثه شاي لو سمحت. طيب محمود، يعني احنا قلنا في الخبر انه الافراح النوبي الاهل بيعملوا ملوخيه وفراخ محمره ورز بالشعريه عشان هايا، وسلطه ناعمه برضو عشان هايا. هل هي دي اصناف اللي بتتقدم في الافراح النوبي، ولا في اصناف تانية انت شفتها؟ لا، في اصناف تانية. ما زي ما بقول لك وجبه الكشات ديت دي شهيره هناك، بيفطروا بيها. دسمه قوي، قويه قوي. انت لحظه، ما هي هو بقى عشان بيبقى يعني الرجاله كلها بتاعت القريه بقى بتشتغل بقى وبتجهز للفرح وكده، فهم لازم يبقوا ياكلوا اكله كده عشان يعرفوا يقفوا. أيوة يعني بالظبط. تسد معاهم، قول بالبلدي على طول، عشان تسد معاهم بقيه اليوم كده. تسد معاهم بحيث ان هم لان الفرح بيخلص 7 الصبح، فانت متخيل هم من الصبح لحد تاني يوم 7 الصبح قاعدين في فرح بيجهزوا فيه وبيشوفوا الناس وبيأكلوا الناس. طب قول لنا تفاصيل تانية على الفرح. خلصنا على الأكل، لأنه أنا أصلا مش فاهمة حاجة باللي أنت قلته على الأكل، الشعرية في اللبن الحاجات دي، حاسة حالي بس ما تعرفيش الشعرية باللبن. أنا هزعل منك بقى. الشعرية باللبن يعني هتفهموني إياها لما تخلصي. لازم أدوقها لك، لازم. إيه؟ هتدوقها لي، ماشي. طب قول لنا تفاصيل أكتر، بيعملوا إيه؟ بيسمعوا إيه؟ أي حاجة يعني زي اللي بيحصل بقى بعد كده، إن بعد التجهيزات وكده بيبدأ بقى الحنة. أيوة. العريس بيتحن والعروسه برضه بتتحن. ايه ده؟ وبيبدا بقى ان ايه العريس برضه بيتحن. وبيبدا بقى ان يعني بتبقى ايده ورجله صح؟ اصل هيا بصلي هنا بصه ما اعرفش ليه. انا بص، انا فجاه بقيت بتبرقلي. فانا هو اسوان والنوبه بيحبوا جدا الحنه يعني، أكيد طول الوقت بيعملوها. الايدين والرجلين صح؟ مظبوط. كمل يا محمود معاك. بيبدا بقى ايه، ان هم خلاص بيوزعوا الاكل والناس بتاكل وكده. فبيبدا يصلوا العشاء، بيصلوا العشاء جماعه كلهم في الشارع، الرجاله. أيوة. كلها.
الله. مش المكان اللي هيكتبوا فيه الكتاب. ان شاء الله. وبيبدا بعد ما بيصلوا العشاء جماعه بيبداوا يقعدوا بقى وبيبداوا يعلنوا عن كتب الكتاب. تمام؟ تمام. فبعد كتب الكتاب العريس بيروح عند بيته والعروسه خلاص عند بيتها، فتاني يوم بقى بيبدا نفس اليوم تاني اللي هو بيوزعوا الاكل وبياكلوا الناس، بس ده بيبقى يوم بقى الفرحه. وبعدين بنبدا بقى بيبدا الاهل العروسه تروح عند اهل العريس. كل اللي حصل عند العروسه بيبقى العشاء بقى عند العريس. ما شاء الله دي تفاصيل كتيره قوي. بيتعشوا وبعدين بقى يبتدي بقى ايه الساعه مثلا 11 ونص 12 بالليل بيبداوا بقى الفرح. نبدا بقى خلصوا 7 الصبح. هو الفرح بيبقى ممتد كام يوم ولا هو يوم واحد لحد 7 الصبح؟ لا هو يعني بيبقى الفرح بيخلص 7 الصبح. بيبقى يوم يعني كامل يوم، وفي يوم تحضيرات اللي انت قلته اللي قبليها ما بيتعبوش؟ قبلها بيوم. لا في كده لو عايز يرجع الصبح ويعمل حنه ويروح ياكل يرجع يشبع وياكل تاني ويرجع يروح اهل العروس ويرجع يعني ويصلي العشاء بعديها يروح بعد يعني ما اعتقدش هيحس بتعب برضه. لا فرحه حلوه. لا عم تحكي انت من 10 الصبح يعني قولي ابتدوا الساعه مثلا بيبتدوا الساعه كام؟ هو بص العريس بيروح عشان يكتب الكتاب عند العروسه وبعدين بيرجع بلده، فتاني يوم بيبقى الساعة مثلا 11 اللي بتبدأ العروسة او 10 بتبدأ العروسة. ايوه يا جماعة 11 الصبح ل 7 الصبح ده مش رقم.